لم يعد الحديث عن دمج النازحين السوريين في لبنان ضمن الغرف المغلقة، وما كان يهمس به بات اليوم واضح مثل عين الشمس. والهدف الاستراتيجي الذي بات أكثر وضوحا يتمثل بفيتو المجتمع الدولي على مغادرتهم لبنان. المجتمع الدولي لا يزال يضغط حتى الآن أنه يبقى النازحين السوريين وأنه لم يحن وقت العودة. المجتمع الدولي لا يزال يصر على دمج في المجتمع اللبناني، وهذا موضوع أكيد ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة السوريين أنفسهم. ما بعرف هلأ شو مقاصد المجتمع الدولي، كل ما في الأمر أنه المجتمع الدولي بعده عم يدفع للنازحين أموال بالعملة الصعبة على الأراضي اللبنانية. سبق وقلت أكثر من مرة لأكثر من مسؤول زارني، تفضلوا خلي المجتمع الدولي اللي أنتوا جزء منه خليهم يدفعوا المساعدات اللي عم يعطوها للنازحين، يدفعوا لهم إياها ببلدهم. شو المانع؟ ساعتها ما رح يضطروا النازحين حدا يقلهم فلو، كلهم بيرجعوا على بلادهم وبيعيشوا بكرامة هناك. في خلال أسبوعين ارتفعت وتيرة المداهمات، وقام الجيش اللبناني بترحيل عشرات السوريين غير الشرعيين. فما هي خلفيات هذه الإجراءات؟ وهل يصب ذلك في رفع نسبة الأصوات الرئاسية لقائد الجيش؟ أنا برأيي لا ربط بين ما يجري على مستوى النازحين وبين هالطروحات السياسية اللي عم يجربوا يطرحوها. طرح أنا يعني بعتبر أنه بغير محله وغير واقعي، وما في لزوم أنه الناس تغطس فيه كتير. أما اليوم الضغط الأساسي هو بسبب ما يرتكب بعض هؤلاء من جرائم ومن تجاوزات وبشكل خطر مجتمعي، وعلى المستوى الآخر كمان الضغط يلي بيحصل على الاقتصاد اللبناني. من هيك بدها تتعالج هالأمور، ولكن معالجتها مش بالترحيل أبدا، المعالجة هي بالعلاقات، التواصل والبحث الجدي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، وهذا هو الطريق يلي الحكومة ماشي فيه. الجيش اللبناني يسلم النازحين عند الحدود، فماذا يحدث بعدها؟ رح جاوبك من الآخر، أنه الجيش دايما بيضبط ناس عم يتسللوا بطرق غير شرعية، ولكن بيسلمهم لقوى الجيش السوري على الطرف الآخر من الحدود، وهيدا في عمل تنسيقي بين البلدين. العملية مش انه منقطعن الحدود ومنقلن من هوني انتوا روحوا كفوا طريقكم، لا، يسلموا الى قوى القانون في الطرف السوري بالمقابل نتيجة التنسيق القائم. المتسللين عبر الحدود والحدود اللي من فيه مهربين كمان مش سهل، واللي بيطلع على الحدود وبيعرف الحدود كيفيه مش سهل انك تضبطي هالتسرب هيدا 100%. وبعد دعوات تحريضية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يبدو الوضع الامني وهل من اجراءات مشددة عند مداخل مخيمات النازحين؟ لا، هيدي هلأ خطة مش هلأ مطروحة يعني بهالشكل هيدا، ولكن اكيد الجيش ومديرية المخابرات اللي تفضلتي وذكرتيها أكيد عندهم متابعة حثيثة لهالمواضيع هاي وللأماكن يلي ممكن يكونوا بعض النازحين، ما عم أقول كل النازحين مسلحين، بعض النازحين أو مجموعات منهم يكون عندها سلاح، وهيدي الجيش سبق وأخذ خطوات بهالاتجاه هيدا، وأي مرة بيتوفر عنده أي معلومات يبادر إلى اتخاذ الخطوات المباشرة، ما بيترك الأمور تتفاقم. الدور يلي عم بيقوم فيه الجيش اللبناني هو دور إيجابي، دور وطني، دور لا يخالف أي من القوانين الداخلية اللبنانية أو القوانين الدولية. التحريض اللي عم بيصير له غايات من ناس عندهم أهداف سيئة، أهداف سلبية، عندهم نوايا ما قدروا لا كل المحبة والتضحية اللي قدمها الشعب اللبناني والدولة اللبنانية للنازحين السوريين. لا، مش مفروض ندفع الثمن، فقد دفعنا ثمن غالي كتير، ولكن دفعناه لأخوة لجأوا لنا
بظروف صعبة جدا عندهم. اليوم ارتاحت بلادهم، نتمنى لهم كل الخير وأنه يرجعوا على بلدهم معززين مكرمين، وقد حان الوقت. وتبقى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بندا أساسيا في أي خطة للنهوض بالبلد. ربا الفرن، قناة الجديد.